ايه وضع او موقف الناس اللي حصلت على لجوء لمدة سنة اللي هو الإقامة المؤقتة؟ لا، اللجوء الثلاث سنوات. أي اللجوء الثلاث سنوات أو الإقامة الحماية المؤقتة اللي هي لمدة سنة، وهل الناس دي هيتجدد لها في المستقبل ولا دول هيكون عندهم قلق إن ممكن ما يتجددش تاني؟ والفرق بينهم بين الاثنين، الحماية المؤقتة واللجوء لثلاث سنوات. طيب تمام، أول حاجة زي ما هو ذكر في فرق بين الأمور السياسية أو الوضع السياسي والوضع القانوني، وإحنا قلنا من شوية إن مفيش قانون صدر بيقول ترحيل، وقف إقامات، وقف تجديد وهكذا. تمام، أسباب سياسية إن هم عايزين يرحلوا دي إحنا ما لناش علاقة فيها، إحنا هنتكلم على القانون حاليا. حاليا عندنا إحنا جزئين، اللي هم عندهم حماية مؤقتة ودلوقتي بيجددوها، في بتتجدد أول مرة بياخدها بسنة بعد كده بيجددها لسنتين. طيب هو بيبعت طلب التجديد، وارد جدا ان هو ما يجلوش رد على طلب التجديد، هل الشيء ده قانوني او صحيح؟ لغايه ما ما صدرش تقرير دوليه او قانون رسمي او بشاهد رسمي يمنع من التجديد، اذا هو لازم يتجدد له الاقامه، المفروض انها تتجدد له. تمام. طيب هنيجي بقى هنا، انا بعتقد ان احنا هنكون داخلين دلوقتي على شويه فتره صعبه. ليه؟ اغلبيه الناس اللي جت السوريين بصفه عامه اللي طلعوا من سوريا طلعوا لان هم ضد نظام بشار الاسد، او ما قدوش الخدمه العسكريه، ما هو ضد نظام بشار الاسد، يا اما مش عايزين يخدموا الجيش او هم طالعين مظاهرات وضد النظام ومعارضين. فين النظام دلوقتي؟ النظام راح. طيب هم خدوا لجوء بناء على الشيء دوت، الشيء ده ما عادش موجود دلوقتي، ما عادش في نظام بشار الاسد، دول ايه وضعهم؟ وارد جدا ان النمسا تبعت تقول له تعالى انت قدمت لجوء بسبب النقطة دي، النقطة دي اصبحت مش موجودة بعد زوال السبب بالظبط، دلوقتي لازم نفحص حالتك. طيب اذا هنا في الحالة دي، في الحالة الوضع اللي احنا فيه، ناس فعلا زي ما هو ذكر الدكتور كلاما محتاجين تدخل قانوني جيد، مش اي شيء عشوائي، تدخل قانوني جيد. لان لازم ان انت تقول الاسباب بناء على ايه الشخص ده يقعد. طبعا هما ممكن يسحبوا منه اللجوء ويدوا له حماية إذا وضع البلد مازال مش مستقر. طيب الأشخاص اللي عندهم حماية وعايزين يجددوا والمفروض البي اف اي بعت لهم التجديد ما بعتش، هنا برضو بيتدخل محامي مختص بطريقة قانونية اني مش من حق الدولة او مش من حق البي اف اي ان هو ما يجددش الإقامة، وفي الحالة دي احنا بنعمل شكاوي، دي أغلبية الأشخاص بيعرفوها اللي هي سويمان بشفيردة. تمام، بشفيردة. تمام. او لو في طعن متقدم في المحكمة بنعمل عليه فري سيتسونج، لان لازم الناس يجي لها ردود سريعة يبقوا عارفين وضعهم. ده كان يعني ده كان السؤال التاني. بس فضل. النقطة المهمة هي ان الترحيل ليه معايير، يعني هل الوضع في سوريا، يعني احنا شفنا دلوقتي النظام راح تمام ممتاز، بس اخبار الوضع ايه من ساعة ما النظام راح لغاية دلوقتي؟ هل في استقرار امني؟ يعني الناس اللي هي حالة فوضى، يعني دي أكيد فوضى، ده رقم واحد. رقم اتنين هو ان الناس اللي هترجع دي البلد هتعيش فين او وضع ايه؟ ودي مسؤولية السلطات والجهات الحكومية يعني انها تقدم تقرير ان هناك في امان مستدام. هي دي النقطة. أنا عشان أرحلك أول حاجة لازم يكون في اتفاقية، يعني لازم يكون في حكومة دلوقتي في سوريا، في اتفاقية بين الدول زي ما حصل مع العراق والنمسا. تمام. طيب لو في اتفاق بينهم، هل الوضع بجد آمن للأشخاص اللي هتروح؟ هل عندهم الأكل الكافي، الحماية الكافية، الجو الملائم ولا لا؟ إذا في كل الحماية موجودة إذن ممكن النمسا تقول في ترحيل. هل الحاجة دي موجودة دلوقتي؟ لا، إحنا ما نعرفش الوضع بكرة في إيه. يعني نقدر نقول ان الوضع هيفضل زي ما هو موجود لحين صدور قرارات جديدة او تغيرات تؤدي الى الضمان الامن للاجئ اللي هو حتى حاصل على حماية سنة. لازم الحكومة هنا تكون متأكدة ان حياته هتكون برضو في امان لما يمشي من قبل هنا ما يمشي. ويعيش في النقطة اللي الناس لازم تاخد بالها منها، وده كمان عن لسان الدكتور كلاما ولساني، في الوقت الحالي الناس محتاجة فعلا للدعم القانوني بالمشورة الصحيحة. نعم. عشان يعرفوا هيعملوا ايه، لان الاحداث بتتغير بسرعة وكل يوم او كل ساعة بيكون في اختلاف، عشان يعرفوا حقوقهم. لان مش واحد يجدد على يقدم على تجديد الاقامة ويسيبوه سنة، او واحد مقدم طلب لجوء ويسيبوه سنتين، لا هو كمان عنده الحق القانوني انه يستعجل الملف بتاعه عشان يعرف.